هذا وقرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة الوحدات والصريح والتي كانت مقررة يوم غد الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري بعد تأكد إصابة لاعب وإداري في صفوف الوحدات بفيروس كورونا. هذا وحدد يوم 21 من الشهر الحالي موعدا جديدا لإقامة اللقاء بين الفريقين. كذلك قرر الاتحاد تحديد 22 من الشهر الحالي موعدا لمواجهة سحاب وشباب الأردن والتي أجلت في وقت سابق. هذا وكان فريق الوحدات بجهازيه الفني والإداري واللاعبين قد خضعوا جميعا ظهر اليوم لفحوصات كورونا بعد ظهور علامات إعياء على بعض اللاعبين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الهيئة المؤقتة لنادي الوحدات السيد زياد شلباية. بداية سيد زياد، أهلا وسهلا بك عبر شاشة المملكة. إذن في البداية وبعد تأكد وجود إصابتين في صفوف فريق الوحدات، هل ظهرت نتائج بقية الفريق؟ وفي حال عدم ظهورها متى ستظهر حسب علمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر قناة المملكة على هذا الاتصال، وبشكر أخواننا المشاهدين عبر قناة المملكة. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. اليوم وزارة الصحة بعد يعني ما شفنا بوادر على بعض اللاعبين، اللي مفلوز، اللي مرشح، اللي عنده وجع راس، اللي عنده يعني مش قادر يمشي، تعب وارهاق، بلغنا اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم امس الليل بلغ وزارة الصحة. اليوم وزارة الصحة كانت عندنا الساعة 1 في نادي الوحدات، عملت فحوصات لجميع اللاعبين، للجهاز الفني والاداري واللاعبين، يعني حاليا احنا قاعدين بنستنى في نتائج الفحوصات. لغايه الان لم تصلنا نتائج الفحوصات، وموعودين اليوم ان شاء الله بالنتائج. طيب بالنسبه للمباراه تم تاجيلها ان شاء الله ل 21 شهر مع فريق اخواننا في نادي الصريح. نعم سيد زياد، يعني لغايه هذه اللحظه لم يتم تاكيد وجود اي اصابه ان كان لاعب او حتى اداري في صفوف الفريق. لغايه الان لم تصلنا اي نتيجه من وزاره الصحه، بس في اشتباهات في بعض الاصابات، يعني في بعض الاصابات راح تكون 100% لانه في بوادر 100%، ولا اتحاد كره القدم ما باجل بناء على انه في عنده ادله انه في بعض الاخوان بعض اللاعبين او بعض الاداريين مصابين في هذه الوحده. طيب ما هي الاجراءات التي سيخضع لها الفريق في حال ظهور اصابات سيد زياد؟ يعني في حال احنا هسه المباراه زي ما حكينا مأجله بكره، وهذا بنستنى في قرارات الاتحاد. نعم، قرار الاتحاد هو اذا في اصابات ما في اصابات، بنستنى قرار الاتحاد. وان شاء الله احنا مباراتنا يوم الجمعه القادم ستكون مع اخواننا في النادي الفيصلي، والمباراه قائمه لغايه الان، ان المباراه قائمه. نعم، سؤالي لك لإطمئنان السادة المشاهدين ومحبي كرة القدم أو حتى الرياضيين، يعني كيف هو الوضع الصحي للمشتبه بهم في صفوف نادي الوحدات؟ والله يعني اليوم زي ما حكيت لك في البداية، وزارة الصحة قامت بإجراء الفحص على الجميع. في يعني بعض الإداريين وبعض المدربين وبعض اللاعبين حالتهم صعبة يعني، وإن شاء الله بنتمنى لهم الشفاء العاجل. إذن السيد زياد شلباية من إدارة نادي الوحدات، نتمنى لكم الصحة دائما، شكرا جزيلا لك.